رمضان طالما انت خدت قرار كاداره ان انت هتتعامل كبروفيشنال مع اللعيبه وان انت الفلان ده وان اللعيب ده جاي من الزمالك وكان في نادي الزمالك عمل مشكله او اخطا في حق النادي الاهلي زي امام عاشور وانت تقبلته يبقى انت كان رمضان لعيب سنه صغير النادي الاهلي انا بقول النادي الاهلي ان رمضان يزود اي نادي فنيا وفنيا وقدرات وسنه وكل حاجه ف ايه المانع ان هو كان اخطا في في الموضوع التفاوض مع النادي الاهلي والكبير اخطا والصغير اخطا لكن لو انت النادي الاهلي كان محتاجه ايه المشكله ان احنا خلاص يعني يرجع ومفيش مشاكل يعني ده وجهه نظري يعني هو طب هل النادي الاهلي السؤال بطريقه ثانيه هل النادي الاهلي في حاجه لرمضان صبحي؟ اه طبعا رمضان احسن جناح في, في في مصر حاليا ورغم ان هو ما بيلعبش في المنتخب لكن انا من وجهه نظري يعني يتفوق على كل الناس اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا مع احترامي مع كل اجتهادهم يعني الشحات وبرستاو رمضان حاله حاجه تانية خالص رمضان عنده القدره الفنيه والبدنيه ان هو يزود النادي الاهلي ولكن انت يعني انت لو عملت القرار ان انت مثلا امام عاشور اخطا وهو في الناشئين في نادي الزمالك في حق نادي الاهلي فالناس خلاص كانت زعلت منه وبتاع ف قال لك استحاله النادي الاهلي يجيبه لكن انت جبته فخلاص فانت من باب اولى ان انت كان عندك لعيب لعيب صغير في السن الصغير ده ممكن يغلط كنت ممكن ترجعه وطالما الموضوع موضوع احتراف ف يعني ولكن دي قرارات طبعا كل احترام لمجلس اداره النادي الاهلي وده قرارهم ولكن لو راح نادي الزمالك هو مكسب كبير تمام. ولو كان راح لو رجع النادي الاهلي كان يبقى مكسب كبير جدا جدا طيب يعني. اخرج من الجزئيه دي واتكلم